السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا حقنة فيتامين عضل ديبوفيت فيتامين ب12. سحب في سرنجة 3 سنتي لأن هي أصلا هنطلع الهواء الأول لأن هي 1 سنتي. كده الحقنة جاهزة. هي حالة هتاخدها في وضع النوم لأن هي مش بتعرف تقف. نقسم الليل 4 أجزاء، هنقعد في الربع الليل الخارجي، مسحة بالكحول، نمسك الجزء اللي هندخل فيه وندخل بشكل عمودي بالسرنجة، فتحة السن بتكون لفوق. بسم الله، ثبت الحقنة بتاعتي، بسحب سنة صغيرة لورا ومخرجش حاجة، ببدأ أعطي الحقنة بتاعتي. معلش مرتفع تليف فتقيلة شوية. بعد كده بخرج وأضغط لمدة دقيقة عشان ما يحصلش تورم ولا زرقان.